احنا النهاردة في وسط البلد وطلبت معنا نفطر فطار مصري اصيل، قررنا نروح سعد الحرامي اشهر محل فول وطعمية في وسط البلد. فيلا بينا نروح نشوف هو في الجامد منه ولا بلاش منه، ونزل لنا فول طشة، وده عبارة عن فول بالسمنة البلدي. الفول كان حلو وطعمه جميل صراحة، بس عادي يعني زي اي طبق فول. الغريب بقى انه كان ب40 جنيه، وطلبنا كمان غرقانة بيض، ودي معرفناش هي عبارة عن ايه عشان ما كانوش راضيين يطلعوا سر الخلطة بره، ودي كانت ب40 جنيه. طلبنا طعمية محشية ليمون معصفر، ودي صراحة كانت حلوة ومختلفة وكانت ب20 جنيه. كمان طلبنا طعمية بالكيري، بس دي ما لقيتش كيري جواها، لقيت جبنة براميل وكانت برضه ب20 جنيه. البطاطس صراحة كانت سخنة وكانت عادية زي أي بطاطس بناكلها في أي حتة، وكانت ب25 جنيه. البتنجان المخلل بقى ده كان اختراع بصراحة، وطعمه حلو جدا وكان ب15 جنيه. والسلطة كانت متبلة حلو جدا الصراحة. بس يا سيدي كده احنا نبقى خلصنا الفطار، ونشوف بقى الحساب كام. الحساب 205، ودي كانت صدمة بالنسبة لي. فلو عايز تعرف الحلو منه ولا بلاش منه، أنا شايف إنه بلاش منه.